أنا حابب أبدأ من نقطة يمكن بعيدة شوية، لكن حضرتك هتقدريها كمهتمة بالتاريخ وتاريخ مصر على وجه التحديد. في التراث الإسلامي كده إيه موقف بعد غزوة أحد لما قتل سيدنا حمزة ورجع الرسول للمدينة، فلقى كل بيت فيه شهيد بيبكوا، فهو قال: أما حمزة فلا بواكي له. أنا بتمثل الموقف ده 30 يونيو، يعني في ناس كتير قوي تكتب عن 25 يناير وتأرخ 25 يناير لكن 30 يونيو لا بواكي له، لم يكتب أحد عما جرى والحرب النفسية اللي مرست على مجموعة كتاب المثقفين بتشعرهم أحيانا وكأن على رأسهم بطحة، فلما يتكلموا على 30 يونيو ما يتكلموش بصراحة ولا بجرأة. يعني ليه ده هم نفسهم ما تكلموش بصراحه ولا بجرأة على 25 يناير؟ وبيني وبينك الحدثين لم يصبحوا تاريخ بعد. والحدثين ليهم مطبخ كبير وغويط هيبتدي يطلع بعد كده، واحنا اغلبيه المثقفين يعني في منهم من اثر السلامه زي ما حصل في 52. كله بعت الغرفات تهنئه وتأييد قبل ما تبان 52 دقيقه اصلا. قال لك يا عم ايه، خلينا في الامان. خلينا في الامان، مفيش داعي للعكننه يعني. لما جم يتكلموا بعد كده تعرضوا للاعتقال. فالفكره اللي واجه من الاول وشاف العيوب واتكلم قليل. اللي أيد واللي زايد كتير. فهم لأنهم أصحاب الرأي والصوت العالي ضاعت الحقائق وسط الكلمات. إنما الرؤية المنطقية العاقلة اللي بتوصل الواحد لرأي ما زالت تحتاج إلى المطبخ يطلع.